بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه. أما بعد، أحبتي في الله، حياكم الله وبياكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبتي في الله، إنه يا الله سبحانه وتعالى فقاله أننا زاري دقمو حيا سوستنيا ونحديث يمن نبر الرائي هنال قريب بزي حديث رسول عليه الصلاة والسلام ودى عند هلاتشنم ودى من نافقونا ودى من نقوالت هلم بفكر ودى من نتأبقو ودى رمضان عند النقوازي درقونال. حدثون يا رولن تلقوا صحابي أبي هريرة رضي الله عنه أرضه سيلو سل رسول عليه الصلاة والسلام يا رمضان هنتا سيارون الناس يا وجن عنده لنال. أنا أبي هريرة رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف في كل رمضان 10 أيام، فلما كان العام الذي قبض فيه اعتكف 20 يوما. البخاري. قريه بزي حديث رسول عليه الصلاة والسلام برمضان كاعتكاف قال ينبراتشون هنيتانا الساتشو يكهيدوت يكناغنوت ينبرون نقر تلاقو صحابي أبي هريرة رضي الله عنه أرضه سناقر منالوم كان النبي يعتكف في كل رمضان 10 أيام. رسول عليه الصلاة والسلام بهوت زمنات شو برمضان بي أمت رمضان است أسر كانات اعتكاف يادر قنبر مالتم أسر كانات يدنيا تتعجون باتك علي رستونا كجربات شو تتوم كالله سبحانه وتعالى قار بيتشانا بيتشا قنها شو لما درقم ودى مسجد قبلنا ارسون يا وسالو لرسو يسجدالو يرسون قال يا نبالو ملكام نقروجن النزان مؤمنان كتبلو ياستمرالو دنيا يتبال النقر بادتك علي ارقف ادرقو يتو نبر كمسجد لحاجة انجي ايوطو منبر رسول عليه الصلاة والسلام. نعم بيامتو أسر قناتن رسول عليه الصلاة والسلام اعتكاف يدرقو نبر نقر قن قالو فلما كان العام الذي قبض فيه اعتكف 20 يوما. رسول عليه الصلاة والسلام روحاتشو يتوسد باتشو قزي ويمدمو يموتو بات آمت لايقن كزيه آلم بموت تليو بات آمت لاي ينبرون رمضان قن بتملكتم رسول عليه الصلاة والسلام سنتكن حيا كناتن اعتكاف مدرقاتشو النونقريه يمين اقرون مان تلاقوا صحابي أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه. نعم رسول عليه الصلاة والسلام بزيد مجرشة وأمتها الشولي لمن دنو هيا كانت اعتكاف يا درقوت عندك قدمتس أمتاتهم لمن دنو أسر كانت بتشا رسول عليه الصلاة والسلام اعتكاف يا لا درقوت يميل تياك إيه بالنسا علماء تشاتشن يتلعي من الله ستوال عندن يو رسول عليه الصلاة والسلام بزا أمتوست هوتا الشولي ألف اندميتن ترتاري وينم دقمو من دنو أو كات نبرات شو يالو سوج علماء وشانو رسول عليه الصلاة والسلام تادا بزي قزي ودى الله سبحانه وتعالى يميقوازو بات قزي بقرب وقتم ملكام سروجن أبستو سرتو خير نقروجن أبستو فتسمو سيابقو هكيتات شوك الله سبحانه وتعالى قرى بملكام بتشال بطرو هنيتا لمقنا أن يتفلقو نوبرو يتنقروان يلوچو دمو منالو بارك الله فيكم جبريل عليه السلام رسول عليه الصلاة والسلام زندا يمتو نبر علم اللي هو اللاجن من دم الناكم بي أمتو رمضان لا يمت أناك الساتشو غار قرآن المراجعة درقو نبر قرآن أبرواتشو يكارا نبر قرآن كالساتشو غار أبرو دقاق مو يكارو نبر نقرقن. فلما كان العام الذي قبض فيه عارضه به مرتين يزاني رسول عليه الصلاة والسلام بمي موتبت آمت قن بمي موتبت آمت لاي قن جبريل متانا هلت قزي لرسول عليه الصلاة والسلام زندم كوترو بتلي ملكو هلت قزي قرآن آبرو اندكارو آدر رقب
ለዚህም ሲባል ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰላም እንግዲህ ኢዕቲካፍ ያደርጉትን የነበረውን እጥፍ አድርገው በዛ ዓመት ላይ አድርገዋል ተብሎ ይነገራል። በሐዲስ እንደተገለጸው وكان يعرض عليه القرآن في كل عام مرة በየዓመቱ አንድ ጊዜ ቁርአንን እንግዲህ ጅብሪል መጥቶ ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ዘንዳ ያቀርብላቸው ያነብላቸው ሳቸውም ያነቡ ነበር። ነገር ግን فلما كان العام الذي قبض فيه عرضه عليه مرتين ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰላም እንግዲህ በሞቱበት ዓመት ግን የዛን ሁለት ጊዜ ነበር ጅብሪል መጥቶ ቁርአንን ከሳቸው ጋር ከረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ጋር እንግዲህ ሙራጃዓ ያደረገው ያነበበው። ለዚህም ሲባል ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰላም በዛ ዓመት ላይ ኢዕቲካፋቸው እጥፍ አድርገው 20 ቀን ተቀምጠዋል ብለው እንግዲህ ዑለማዎቻችን ይናገራሉ። نعم ግን አንዳንድ ዑለማዎች ምን አሉ መሰላችሁ? አብዛኛዎቹም ጠንካራ ነው የተናገሩት። ምንድነው واقوى من ذلك انه انما اعتكف في ذلك العام 20 لانه كان العام الذي قبله مسافرا اذن عامت لي رسول عليه الصلاه والسلام اكو 20 قنات اعتكاف اكو يدرغوت قالوا ከዛ በስተፊት በነበረው ዓመት ላይ ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ሙሳፊር ነበሩና ኢዕቲካፍ አድርገው ስላልነበረ ያለፈውንም ዓመት ፋንታ 10 ቀን ጨምሮ 20 ቀን አድርገው ነው ብለው ይናገራሉ። نعم ይሄንኑ አስመልክቶ ነሰኢ በዘገቡት ሐዲስ እንዲሁም አቡ ዳውድ ረዲየላሁ አቡ ዳውድ እንደዚሁ በአስተላለፉት ሐዲስ ምናሉ ኢብኑ ሒባን እንደዚሁም ደግሞ ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰለም የዛን ዓመት አስመልክቶ أبي بن كعب رضي الله عنه وأرضاه سنناقروا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان رسول عليه الصلاة والسلام يا رمضان يمجر شوش أسر كناتوش اعتكاف يدرقو نبرا مسجد قبتو الزو يازو الترو نبرا سايوتو لحاجة عنجي الزو مسجد قجب لو ملكام سراوش يفتسمو نبرا ነገር ግን فسافر عاما فلم يعتكف عند عامت لي رسول عليه الصلاه والسلام من قدنيا نبرونا اعتكاف سيادرقو قيو فلما كان العام المقبل اعتكف 20 يمجو عامت دغمو سيمطا رسول عليه الصلاه والسلام من ادرقو 20 عامتاتن ويم 20 قناتن اعتكاف ادرقو بلو تناغروال ግን አንዳንዶቹ ደግሞ ምናሉ ምናልባት ይሄ ኮ 20 ነው ከዛ በስተፊትም ሊሆን ይችላል የመጨረሻው አመት ግን ቀደም ሲል ባልነው መሰረት ነው የሚሆነው ብለው ተናግሯል። ዑሙመን አይን ካን ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰለም በመጨረሻው አመት ላይ ማለት ነው የሞቱበት አመት ላይ 20 ቀናትን ምን ኢዕቲካፍ አድርገው ነበር ነው። ዛሬ ሰዎች ረመዳን ሲመጣ አክሱኗል ተገላቢጦሽ ሆኗል። ተመልከተው የመጀመሪያዎቹን 10 ቀናቶች መስጂዶች ይሞላሉ፣ ሰዎች ቁርአንን ይቀራሉ፣ ሰደቃው በሽነው ያንም ያስፈጥራል ያም መልካም ይሰራል፣ ጀልቢያውን ልብሶ ኩፍያውን ልብሶ ቁርአኑን ሲቀራ ብዙ ነገሮችን ታያለህ፣ መስጂዶች ሞልተው ትመለከታለህ። ነገር ግን የመጨረሻዎቹ 10 ቀናት ጋር ሲደርስ ግን መስጂዶች ባዶ ወይም ግማሽ እየሆኑ የሚመጡበት ጊዜ ይሆናል ማለት ነው። ሱብሃንአላህ። ተመልከቱ ቀደም ሲል የነበሩት ሰሃቦች ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ባልደረቦች የመጨረሻዎቹ 10 ቀናትን እንዲያውም ጠንክረው የሚሰሩባቸውና ለአላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ የሚገዙበት ወቅት ነበር። ባረከላሁ ፊኩም። ዛሬ ተገላቢጦሽ ሆኖ ግን የመጨረሻዎቹ 10 ቀናቶች ምን ይሆናል? አብዛኛው ሰው ከመስጂድ የሚሽሽበትና እንግዲህ እየተዳከመ ይመጣል። እንደ ነገሩማ ቢሆን ኖሮ እኮ الايمان يزيد بالطاعه وينقص بالمعصيه አይደል እንደምንለው። ኢማን እኮ ምን ይጨምራል? በአላህ በመታዘዝ መልካምን በመስራት መልካም ስራዎችን በመፈጸም ነው የሚጨምረው ኢማን አይደለም እንዴ? እንደዚሁ ደግሞ ينقص بالمعصيه መጥፎ ስራዎችን በመስራት ወንጀልን በመስራት ደግሞ ይቀንሳል ነው። ረመዳን ውስጥ ሰውየው የሚቀራ ከሆነ የሚሰግድ ከሆነ ሰደቃ የሚሰጥ ከሆነ መልካም ስራዎችን የሚሰራ ከሆነ ኢማኑ ጨምሮ እንደውም የመጨረሻዎቹን 10 ቀናቶች ወገቡን ቋጥሮ ወገቡን አስሮ ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰለም እንደነበረ ሰሃቦቻቸው የሚፈጽሙት እንደነበረው አሽረል አዋኺር ሲሆን ወገቦቻቸውን መቀነት አስሮ
ليل تنستو مسجد قرآن مقرات صومات شون ما تناكر سنك عابستو مستد ملكام سراوتشن من ناقر بملكام ما زدك مدفو مكلكل ودا اعتكاف مقبال كالله سبحانه وتعالى قار يالنن قنينيونت الجبون يتأبك أما درق بيوم خلوا مقباتنا ونجي مسجد استقبتو قرآن مقراتنا أذكار ما درقنا ونجي ጭራሹንም ዛሬ እንደምናየው አብዛኛው ሰው መስጂዱን ጥሩ የሚወጣበት ጊዜ መሆን አልነበረበትም ባረከላሁ ፊኩም ባረከላሁ ፊኩም መሆን ያለበት እርግጡና እውነቱ አሽረል አዋኺር ሰዎች ገበያ ወጥተው የተለያየ የተለያየ ልብስ ጫማ ምናም የሚሸምዱበት ወቅት ሳይሆን ሐቁ ምንድነው አሽረል አዋኺር ሰዎች ከአላሁ ሱብሃነሁ ወተዓላ ጋር ብቻና ብቻ የሚገናኙበት ጊዜ ነው ባረከላሁ ፊኩም هكذا كان يفعل سلفنا الصالح كنيا بستفيت ينبروت ان الزادقاق يا رسول عليه الصلاة والسلام تكتايوج تكيوج الناس يادرقوا ينبروا يهنن ان يادقمو ينسون فلق لنكتر انجي تقلابيت اوشم مادرق يلبنم تقلابيت اوشم بادرقن قطر ودهوالا يتملسننا تككنا نياون من قدنا يا رسول عليه الصلاة والسلام نبيا ويفلق أيسات إنمت ألن ما نتنو بارك الله فيكم سلزي أحبتي في الله الله سبحانه وتعالى رمضان درسو سيابك رمضان تقبيبه نملكو يميسومو قتاجون يا الله سبحانه وتعالى قالاتنا تأزازات يميفتسمو باروتشو الله يدرقن الله سبحانه وتعالى بتكبرو بيتو بحرم است اعتكاف أدرقو قتاجون تقستو درجاتشون كف أدرقو اللاتشو سيابكا نجا يوم القيامة جنة است كم يانوراتشو دقا قباروشو وزندا الله ياسلفن الله رمضان يدرسن الله رمضان يدرسن يالفون من رمضان الله سبحانه وتعالى كتكبلاتشو باروشو الله يدرقن هذا والله أعلم وجزاكم الله خيرا على حسن استماعكم وبارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته